تريد تحصل لك 45 مليون حسنة، عمل جدا عظيم. 45 مليون حسنة، ويمسح عنك الله 45 مليون سيئة، ويرفعك 45 مليون درجة. وكأنما قرأت القرآن يعني في ذلك اليوم في هذا العمل اللي حسوي 12 مرة، يعني 12 مرة، ويبني لك الله بيتا في الجنة. كل هذا بعمل بسيط. وقبل ما أبدأ، شارك الفيديو لأصحابك لأحبابك حتى تكون سبب في الأجر، وخير الناس من نفع الناس. وثلاث جمل ما يأخذ من وقتك، يمكن لك 15 ثانية بالزايدة، بس هذا العمل لو يومية تسوي الله عز وجل يعطي لك هذا الثواب كله. شنو هذا العمل؟ تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا فقط تقول هذا العمل. أسأل الله إن شاء الله التوفيق لكم، ولا تنسون من الدعاء. وهذا، وصلى الله على محمد وآل محمد.